أهلا بكم مرة أخرى في استديو صباح الخير الكويت، ونقول بأن قد ينظر البعض إلى التاريخ باعتباره أحداث ماضية قد يبنى عليها حاضر ومستقبل أيضا، ولكن يجب أن نتوقف عند وجهة نظر أخرى تستحق التأمل. ماذا عن مستقبل التاريخ؟ إجابة عن هذا السؤال راح نجدها أكيد مع الأستاذة بثينة الإبراهيم، رئيس مؤتمر مستقبل التاريخ. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، شكرا على الاستضافة، شرفنا فيك. يا هلا فيك. بداية، مستقبل التاريخ أكيد أنه هو مفهوم ممكن البعض يستغربه، أو أن البعض مو فاهم أبعاد هذا المفهوم، فريت تعرفين عليه وشلون يكون مستقبل التاريخ. نعم، احنا دائما عاده تعودنا في مؤتمراتنا، وهذا رقم 16، ان احنا نخلي فيه عنوان غريب الناس تبي تعرفه، تبي تفهمه من خلال المحاضرات. احنا اليوم مرة في حياتنا البشريه عموما احداث، في احداث في الماضي احنا نسميها ماضي، وفي احداث الان نسميها الحاضر. نعم. وفي احداث ستاتي هي المستقبل. اللي كان في الماضي هذا تاريخ، واذا انتهى عصرنا هذا الوقتنا بيصير تاريخ. امس كان بالنسبه لنا تاريخ، صح ولا لا؟ مضى. فمضى، فهو تاريخ. المستقبل يوم من الأيام سيكون تاريخ. صحيح. فعلا. فنحن نقول أن احنا الماضي كان فيه فترات قوة وفترات ضعف. أكيد فترات الضعف لم يخطط لها صح. ولما جئنا في الحاضر الآن ما درسنا الماضي صح أحيانا في بعض المواضع، حتى ما نقع بنفس الأخطاء، ويجب أن نبني على نقاط القوة السابقة. المستقبل القادم المفروض احنا ما ننتظر انه هو ياتي، لماذا لا نخطط الان؟ نقاط الضعف التي نجدها الان يجب ان نعمل على التخطيط حتى ما تستمر، وحتى تتحول الى نقاط قوه، فيكون مستقبل تاريخ مستقبلنا افضل مما احنا نتوقع. ولا نقول الله يستر من اللي جاي، اللي جاي احنا اللي نسويه، اللي جاي احنا اللي نخطط له. في امور خارجه عن ارادتنا، والله الحياه والموت والقدر وكذا، لكن في امور انا اصنعها. الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان قدره على ان يفهم الواقع وان يخطط للواقع لما هو افضل. منو فينا اليوم ما يبي التعليم يتطور؟ منو فينا ما يبي اليوم ان العلاقات تتطور؟ ان الجوانب الاجتماعيه تتطور، قطاعات المجتمع تتطور، نحن كبلد في التخطيط يتطور، كلنا نطمح الى هذا الامر. ليش قاعدين نقول ننطر ونقول خلينا نشوف المستقبل شنو راح يجيب، شنو نتائج العمل الاقتصادي والسياسي وكذا؟ يا جماعه خلينا نقعد في جلسات هدوء وتفكير، ونبحث ما هي النقاط التي نشتكي منها، نبدأ في إصلاحها والإعداد لما هو أفضل منها في المستقبل. فكان جاء هذا العنوان مستقبل تاريخنا. إذن هذا المفهوم حسب ما عرفت من حضرتك بأن يعني ما يقتصر فقط على مستوى الدول أو التخطيط ولا هذا، لكن أيضا على المستوى الشخصي. صحيح، على مستوى الأفراد. يعني ما أقول الله يستر من الغيب مثل ما قلتي، والله يستر من الجاي، هذه مقولة الضعفاء يفترض. صحيح صحيح. ولذلك إحنا لما نقول الآن، لما نقول على مستوى الدول، الدول من يصنعها؟ أفرادها، صح؟ والعالم يتصنع بواسطة الدول. نعم. فلما أنا عضو فعال أشعر بالوطنية تجاه بلدي، وأنا عضو مواطن أحتاج أني أشكل إضافة في هذا البلد الحبيب. نعم. فإذا أنا يجب أن أخطط على مستواي الشخصي أنا، أن أنا يجب أن أتطور في مجال التعليم، في مجال التفكير، في مجال الثقافة، في مجال القراءة، في مجال الإجتماع الاجتماعي، في مجال مشاركتي الفعالة في المجتمع. نعم. فهنا أكون أنا فعلت هذا الأمر، وتشاركنا كلنا الأفراد، ثم هذه على مستوى الفردي، ثم هناك أنشطة جماعية نقوم فيها. هذه الأنشطة الجماعية إذا استثمرناها في تحقيق نهضة وطننا، فنحن نصنع تاريخ أفضل لبلدنا. بالتأكيد. طيب أستاذة بثينة، الفعاليات، فعاليات المؤتمر اللي انتهت طبعا، وأهم النقاشات اللي دارت فيه. نعم، هو طبعا في ناس تحضر المؤتمر، مع أن احنا وزعنا الجدول من زمان. نعم. ففي ناس شافت قالت أنتوا عندكم طبيب نفسي، عندكم دكتور في التعليم، ودكتور في علم النفس. نعم. ودكتور في القيادة، ودكتور في الإدارة، ودكتور شو الترابط بينهم؟ شو الترابط بينهم؟ هذه الرسالة اللي إحنا كنا بنوصلها من المؤتمر، إن التاريخ هو ليس جانب واحد. مثل الناس تقول قصص، تقرأ. نعم. قصص التاريخ، لا، التاريخ سياسة واقتصاد واجتماع وعلاقات وتعليم. كل هذه تشكل التاريخ، وبالعكس إذا صار في خلل في جانب من الجوانب نشوف
أن يصير في التاريخ كسرة. فتجدين نهضة في الصناعة كسرة في التعليم. إحنا ما نبي هذا الشيء، إحنا نبي التطور في كل مجالات. فأعطيش مثلا أعطيكم على قضية ليش استضفتوا طبيب نفسي. الطبيب نفسي شنو تكلم عنه؟ قال العلاقات الإنسانية من التسامح إلى التقبل إلى التفهم. شنو الداخل فيها؟ إحنا اليوم واقفين على التسامح، خلاص يا أخي أنت فاهم أنت سامحني وأنا سامحك، لا ومو راضي نتقبل بعض، صحيح، فنختلف ولا وأنا أزعل وأنت تزعل، لا إحنا نبي نوصل للتقبل، بعدين لازم نوصل إلى التفهم. إني أنا أفهم وأحط نفسي مكانك وأفهمك. شنو في قيمتها؟ قيمتها إن شلون راح نبني مستقبل وإحنا بيننا خلافات، صحيح، شلون نبني مستقبل وإحنا في صراعات. أكيد. اليوم إذا فهمتك وفهمتيني وفهمت عبد الله نقدر نتعايش، نقدر نتعايش ونقدر نتعاون في أعمال يا جماعة، نبني مع بعض. أنا أنت عندك وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر، بس هذا وطننا لازم نبنيه. أكيد. فإحنا هذا المجال جانب التعليم شنو نبي؟ فمثلا الدكتور عبد الله الفيلتشاوي والدكتور عندنا في استضفتوه عندكم خالد ملك، مدرسة السقاف اللي فيه، صحيح، تجربة رائدة رهيبة. فأنا أعتقد أن إحنا اليوم التعليم بدأ يدخل في مرحلة جديدة، نحن نريد أن يتطور لأجل مخرجاته مو لذاته، مخرجاته من الطلبة، مخرجاته اللي راح يكونوا هذول في المستقبل قيادة للوطن. أكيد. فهذا جانب التعليم. قطاعات المجتمع، ناقشنا قطاعات المجتمع، ناقشنا قضية الثقافة والقراءة. الناس اليوم شنو قاعد تقرأ؟ مدمنة روايات، بغض النظر الرواية هذه فيها معاني فيها حكم ولا لا، المهم أقرأ رواية. فإحنا هذه المشكلة إن إحنا نبي نعدل الأمور في جميع جوانبها. فكان استضافة في كل المجالات، حتى في الجوانب الإعلام، إحنا معكم الإعلام، إحنا استضفنا دكتورين من كلية الإعلام، قالوا لنا ما هو التصور للإعلام مستقبلاً. فمثلا يقولون احنا ترى العالم انتم بتشوفوا، انتم شفتوا الحين مفتوح بالاعلام، باكر راح يصير مفتوح اكثر لدرجه الانسان يشوف الزين والشين في الاعلام. طيب معناها انتم الان عشان تواجهون هالاعلام، وما اتكلم عن اعلام محلي، اتكلم عن عالمي، اتكلم عن الانترنت، يجب ان تعدون الجيل حتى يستطيع ان يعرف او حتى يعرف كيف يختار. نعم حتى يميز بين الغث والسمين. بالضبط. طيب اكيد كنتوا يعني متاملين تطلعون بنتائج معينه قد تفيد خلينا نقول الباحث والدارس وغيره. نعم. فهل فعلا توصلتوا للنتائج المرجوه؟ الجميل في الموضوع ان النتائج وجدتها عند المحاضرين قبل. اول شيء غير الجمهور، شلون يعني المحاضر صح انا مثلا تعليم يتكلمت عن التعليم، بس اكتشفت من عنوانكم، رحت ابحث ابحث ابحث، دخلت في مجال جديد. اللي تكلم في الاعلام في الثقافه في القراءه، الكل يقول صراحه عنوانكم خلاني ابحث، فلما بحثت انفتح عندي باب جديد في تخصصي. فهذا انا بالنسبه لي اقوى النتائج، ان المتخصصين بداوا يبحثون في قضيه المستقبل وكيف نصنع تاريخنا في المستقبل. على مستوى الجمهور يعني اللي لاحظ، طبعا احنا جمهور المؤتمر هذا من السعودية وقطر والبحرين والإمارات كلها تجتمع في هذا المؤتمر، وعندنا في ناس جايين من الجزائر وفي ناس جايين من في مناطق كثيرة، يعني دائما الناس تحرص على المؤتمر. الكل قال لا صراحة احنا طلعنا من هالمؤتمر اهم شيء لن ننتظر المستقبل ياتي، سنصنع التاريخ. نعم. ايوه سنصنع التاريخ ونصنع المستقبل. هذه اجمل شيء. نعم استاذه، طبعا الكلام اللي انت قاعد تذكرينه هذا لبعد في التخطيط ولبعد ايضا استراتيجي، ان الواحد يكون عنده تصور للمستقبل او للقادم. صحيح. ورؤيه كذلك. اين اللبنه الاولى من توصيات هذا المؤتمر او ما جاء فيه؟ اين اللبنه الاولى عشان نبتدي في هذه الانطلاقه؟ احنا بالنسبة لنا احنا طلعنا بأربع مشاريع راح نقدمها لجهات علشان نقول ان احنا نبي نحقق هذا المستقبل، نصنع هذا المستقبل. واحد مشروع تعليمي وسنقدمه لمن مستثمر من يرغب فيها، لان نريد ان نصنع لوطننا قادة في المستقبل. فنحن اعلنا عن مشروع مستقبل اعداد القادة بما يتناسب مع جميع الافكار وجميع اللي هي صفات الإنسان. نعم. طرحنا المشروع الثاني القيم العالمية، وبنعرضها على جهة وزارة الشباب عن طريق الشباب، إن إحنا حتى إذا المستقبل صعب ورح يكون فيه الانفتاح يعني يخوف، فإذا إحنا يجب أن نعد الأجيال بأن ننشر القيم العالمية. أكو قيم ما يختلفون عليها لا أديان ولا أمم ولا أجناس،
النزاهة، الأمانة، الصدق، الكذا، هذه قيم عالمية يسمونها يونيفرسال فاليوز يعني. نعم. فإحنا طرحنا مشروع إن إحنا نبدأ يطلعون الشباب في مشروع اسمه القيم العالمية. طلعنا في مشروع إنه هو منتدى عالمي للطفل وللمرأة، بحيث إن إحنا نعالج قضايا اللي هي ممكن تدمر الأجيال في المستقبل، أو تضعف مكانة المرأة أو دور المرأة في المجتمع. فالتوصيات اللي طلعنا فيها هي مشاريع راح نقدمها للجهات اللي تحب تتبناها حتى نجني ثمار هذا المؤتمر. في يعني في عالمنا العربي خصوصا، نعم، كثير تعلق بالماضي. صحيح. بالتاريخ. نعم. هل مجتمعاتنا العربية قادرة الآن من خلال مثل هذا المؤتمر، خلينا نقول، وهو طبعا يمكن نقطة، فهل هي جاهزة بأن تنتقل من البكاء على التاريخ إلى بناء المستقبل؟ البكاء على التاريخ ما راح يمشي، ما راح يروح. الناس تبقى تبكي على تاريخها، تندب حظا. نعم. ومتى تبكي على التاريخ؟ لما تتذكر أمجاد، يعني أي كنا وكنا خير، صلاح الدين وكذا. يا جماعة، أنا أحس إن إحنا اليوم عندنا شخصيات يعني لعبت دور في وطنها وفي أمتنا الإسلامية والأمة العربية، أدوار عظيمة، أدوار كبيرة، شخصيات معاصرة، شخصيات معاصرة وماتت، بس أنا أقصد ما كانت بالتاريخ. نعم. القديم. نعم. فإحنا اليوم لو بنقعد بس نندب حظنا أنه والله كانوا التاريخ، بالعكس، أنا اللي يجب أن أعمله مع الأجيال ومع الناس بشكل عام، شنو سبب انتصاراتهم؟ هاتوها وعطونا ونبني عليها أسباب جديدة أيضا. ما سبب تطورهم؟ يعني إحنا أصول العلوم، الكيمياء والفيزياء والرياضيات، أصولها عندنا في العالم العربي الإسلامي. أحسنت. ما كانوا إحنا العلماء كنا فيها. نعم. إذن إحنا اليوم لماذا توقفنا؟ ولماذا الغرب هو الذي بدأ يتطور؟ لما تروح الغرب تلاقي معظم العلماء هناك اللي سبب هذا التطور نهلوا من علومنا. نعم. لا، وعرب. نعم. وعرب ومسلمين. فإحنا اليوم نبي نفتح المحاضن لهؤلاء الناس، سنرى أمثال وسنرى نماذج تفوق حتى ما كان في التاريخ. نعم. بس إحنا لو تهيئنا لهم المحضن، ترى في زمان أول كان الخلفاء يجيب العالم ويقول له شنو تبي، تفرغ لهذا العلم وترك كل شيء، أنا إحنا نصرف عليك وأنت تفرغ للعلم. إحنا اليوم نحتاج أن توجد هذه المحاضن، محاضن للأجيال، محاضن للمرأة. وإحنا على فكرة بالكويت ما شاء الله المشاريع عندنا مفتوحة، والدولة مشجعة مثل هالمشاريع، وزارة الشباب تشجع مثل هذه المشاريع وتعطي دعم. فإحنا بس نحتاج إحنا كجمهور نشجعهم، يعني لما يطلعون عندكم في التلفزيون، ما شاء الله التلفزيون الكويتي يستضيفهم، ترى هذا أكبر تحفيز لهم. فهني ما نقول إن إحنا نندب على الماضي، لا، خلونا ننظر للحاضر، شوف النماذج اللي عندنا، ونشوف الشباب اللي عندنا، ونشجعهم حتى نقدر نبني مستقبل أفضل. بالتأكيد. ولكن صناعة المستقبل أو مستقبل التاريخ يواجه الكثير من التحديات. نعم. يمكن المنطقة غير مستقرة، يمكن الأوضاع الأمنية، الأوضاع المادية، غيرها من الأوضاع الاقتصادية. صح. ممكن تخلي الواحد في تذبذب وفي تحدي ويخاف من المستقبل. فأنا شلون أتعايش أو أصنع المستقبل وأنا ما زلت في الخوف من الحاضر؟ الخوف من الحاضر، أو خلينا نقول الأحداث اللي غير مستقرة. نعم. في واقعنا ما راح تنتهي، يمكن كانت أول بسيطة ها، وقاعد نشوفها تزيد. إحنا مجتنا صدمة الغزو، فجعنا يعني. صحيح. ما عندنا إحنا الحمد لله بلد مطمئن آمن، ما عندنا مشكلة. لما بدأت الأحداث حوالينا تتوتر الحين، زادت الوضع، ما عاد عندنا إحنا بس مشكلة، الحمد لله استقر بلدنا، لكن الأوضاع حوالينا متوترة. طيب. الناس كلها اليوم خايفة. ناقشتني واحدة في المؤتمر تقول لي شو المستقبل اللي أنت تحسين أنه هو مشرق وياينا زين، إذا إحنا ما عاد يعني المنطقة حوالينا كلها متوترة. نعم. اليوم إحنا خايفين، اليوم في ناس قاعدة تفكر تهاجر، في ناس قاعدة تفكر تطلع. إذا إحنا بننظر هالنظرة، إذا إحنا راح نعدم بلدنا. صح ان احنا نقول ان الاوضاع نعم متوتره، هل لي مساهمه في استقرار الوطن واستقرار ما هو خارج؟ شنو اقدر اساهم؟ انا اي امسك؟ انا كفرد ماذا استطيع ان اساهم؟ اذا انا الاحداث اللي حواليني، التوعيه بمن هم الاعداء. احنا عندنا دكتور طارق لما تكلم عن مستقبل التاريخ قال اكبر عدو لنا اليوم هم داعش. اليوم الناس قاعدة تضربنا بسببهم. إذن إحنا لازم يجب أن نوعي أولادنا، نوعي الشباب،
من خلال مدارس وغيرها إلى الأخطار الخارجية حتى تستقر النفوس إلى أنها يجب أن تبدأ تبني للمستقبل. نأتي إلى الإنسان بتخصصه، ندفع في تخصصه ونقول له تفرغ لتخصصك، لأن أنت إذا بنيت في الجانب الاقتصادي أو أنت بنيت في الجانب الاجتماعي أو أنت بنيت في الجانب السياسي والنفسي، إحنا قدرنا نحقق هذا الاستقرار الداخلي. ثم بعد ذلك الإنسان إذا تشجع في مجاله ترى ما ينظر إلى شنو قاعد يصير، ينطلق للأبحاث والدراسات والمشاريع. أنا أعطيك مثل بسيط، إحنا في شركة الإبداع الأسرية إحنا بدينا شركة تدريب، بعدين فتحنا مؤتمرات لأن بدينا من وعي البلد المجتمع، ثم بعدين وجدنا أن المرأة تحتاج أن يكون لها شيء خاص بروحها. ترى هذا كله في ظل توتر الأحداث. حتى قبل ما يعني أيامها واحد من مؤتمراتنا كان قبلها ضرب، لما ضرب صدام الكويت. ثم بدأنا في مؤتمر للمرأة، ثم بدأنا حضانات للأطفال، ثم بدأنا في مشاريع إعلامية. ما بأوقف، أنا بنطر التاريخ، لا أنا بشتغل، لا نركن إلى الماضي. لا نركن إلى الماضي ولا ننتظر التاريخ، نحن نصنع. عساك على القوة إن شاء الله. ممتاز وبالتوفيق إن شاء الله. كل الشكر لضيفتنا الأستاذ أبو ثينة الإبراهيم، رئيس مؤتمر المستقبل، مستقبل التاريخ. شكرا. اليوم يمكن في صباح الخير يا كويت، طبعا ركن نقول التغذية كان مع الدكتورة أمل الأنصاري، لكن الحين بناخذكم حق الحلويات الكويتية القديمة بالشكل الجميل والطعم المميز. يمكن الشغلة اللي بنسولف عنها اليوم ما هي يعني كويتية بحتة، لكن لأنها موجودة طبعا في مصر والشام بمسميات مختلفة، لا وتيب ألوان مختلفة بعد. صح؟ صحيح صحيح، برتقالي أصفر أبيض أخضر، شعلنا قاعد نسولف هذا المشبك اللي كذي، خلينا نشوف الزلابية مع بعض.